بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكام سبور وين ما كنتم. نفاذ تذاكر الدربي وغضب في صفوف جماهير الترجي البرتغالي. بيدرو أزافيديو يباشر مهامه الإعلان عن قائمة المنتخب اللي باش تخوض الدورة الودية في مصر. 3 لاعبين من الترجي متواجدين في القائمة. أكثر تفاصيل باش تلقاو معنا في الفيديو، تابعونا للآخر وما تنساوش كالعادة دعم القناة، خاصة الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد. نفاذ جميع تذاكر مباراة ديربي العاصمة واللي باش يجمع الترجي بالنادي الافريقي يوم السبت انطلاقا من الساعة 9:30 مساء. خلال ساعات معدودات نفاذ جميع التذاكر والمقدر عددها ب 9000 تذكرة. يعني الناس شد الصف من الصباح بكري من اجل انها تتحصل على تذكرة، ولكن تقريبا في اقل من ساعتين اكيد فما المارشينوار، اكيد فما ناس خذات وهي ما تستحقش، واكيد فما ناس عندها نفوذ وعندها قرابة من هيئة الترجي ولا عندها نفوذ اخر حصلت على تذاكر، واكيد مش تتم ترويجها بالمارشينوار. هذاك علاش ديما نقولوا ديما نحفزوا الجماهير باش تمشي تقص اشتراكك. يعني التيكيه ب 30000 تنجم تخوها ب 90 وب 70 وب 100000، علاش ما تقصش اشتراكك ب 150 ولا ب 170000؟ يمكنك من دخول كل المباريات، لا تقعد شاد صف، لا تكسر راسك بالاشتراك نتاعك، تمشي ديريكت للستاد، تمشي تتفرج وتروح على روحك. هذه قيمه الاشتراك وين تظهر. هذاك علاش ديما نقولوا للناس امشيوا قصوا اشتراكاتكم وسايب عليكم من التذاكر، راكم مش تتعبوا في الصف وزيد ما تلقاوش تيكيات كما اليوم. واللي مصر على انه يدخل المباراة لازم يقص مارشينوار وباسوام مهولة واسوام كبيرة. ان شاء الله جماهير الترجي الرياضي التونسي تاخذ الدرس وتتعظ من اللي صار اليوم، وان شاء الله الناس الكل تقتني الاشتراكات لمصلحة الجماهير وكذلك لمصلحة الجمعية. في خبر اخر، التحق محلل الاداء البرتغالي بيدرو ازافيديو بالاطار الفني للترجي الرياضي التونسي بقيادة المدرب ميغيل كارتوزو. وياتي التحاق ازافيديو بالترجي بعد رحيل المصري وسام صفوة عن الفريق، والذي التحق بدوره بمدرب الترجي السابق والمدرب الحالي للفريق نادي بركان المغرب معين الشعباني. أزافيدو باشر مهامه بصفة رسمية يوم أمس، وامتلك البرتغالي تجربة سابقة في الملاعب المصرية وعمل كمحلل أداء في الجهاز الفني للزمالك سنة 2017، وكانت له كذلك تجربة في الدوري البرازيلي مع عدة فرق. إن شاء الله يقدم الإضافة للترجي الرياضي التونسي، لأنه محلل الأداء أصبح عنده دور مهم ومهم جدا، تحليل أداء الفريق ومراجعة النقاط السلبية خاصة في المباريات، وكذلك تحليل أداء الفريق المنافس، نقاط قوة ونقاط ضعف الفريق. هذا يحضر الخدمة من المدرب الأول اللي على ضوء خدمة محلل الأداء ينجم المدرب الأول يعني يبني فكرته على الفريق. وإن شاء الله كما قلت الإضافة تكون موجودة، وإن شاء الله يصير التكامل بين الإطار الفني اللي أصبح تقريبا كله برتغالي. وفي خبر آخر، تم صباح اليوم الإعلان عن قائمة المنتخب التونسي المشاركة في دورة ودية في مصر انطلاقا من يوم 26 مارس الجاري، وضمت القائمة ثلاثي الترجي من ميش مرياح حسام تقاع، كما شهدت القائمة غياب يوسف المساكني وعلي معلول بطلب منهما. ولكن سؤال، علاش يعني جوارات الترجي بيشاركوا في الدورة هذه؟ دورة ودية ما عندها حتى قيمة وما عندها حتى فايدة باستثناء أنها باش تكسب شويه فلوس كما يقولوا. علاش جوارات الترجي ما يكملوش يحضروا مع فريق من انا متستناه مباراه مهمه جدا في رابطه الابطال الافريقيه دور الربع النهائي ضد عساك؟ علاش ما يبقاوش يحضروا؟ ولكن حسب الكواليس اللي موجوده فمش يتم تسريح لاعبي الترجي بعد المباراة الأولى اللي باش يلعبها المنتخب الوطني ضد كرواتيا، باش يغادروا تربص المنتخب للالتحاق بالترجي من أجل التحضير للمباراة المهمة، المباراة المصيرية للترجي الرياضي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. كما تمت دعوة الجزائري توغاي للمشاركة مع المنتخب الجزائري في مباراة الودية، وتوغولي أولو تم دعوته للمنتخب الأول كذلك بعد المردود الجيد اللي قدمه مع الترجي الرياضي التونسي في انطلاقة هذا الموسم. منذ قدومه للترجي وخوضه للمباريات الرسمية أصبح لاعب مهم ولاعب أساسي في تشكيلة ميغيل كاردوزو. إذن هذو من اللاعبين اللي مش يشاركوا مع المنتخبات متاعهم في البرمجة الودية للمنتخبات في الأيام القليلة القادمة، كيف كيف دورة مصر اللي باش يشارك فيها المنتخب التونسي والمنتخب المصري كذلك المنتخب الكرواتي. الدورة هذه يعني كما قلت لكم فيها بعض الجوائز المالية، ولكن حسب بعض المصادر الإعلامية المصرية قالوا أنه الشركة اللي برمجت
انه الدوره هذه تتلعب في الامارات، كانت شركه متحيله وشركه وهميه، هذاك علاش تم نقل الدوره هذه. ان شاء الله لاعبي الترجي الرياضي التونسي يرجعون لاباس من المشاركه الوديه مع المنتخب الوطني التونسي، لان مستحقين كما قلت لكم في المباراه المهمه في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. هذه اذا متابعينا الكرام ابرز واهم الاخبار الخاصه بالترجي الرياضي التونسي. الفريق قاعد يوصل في تحضيراته استعدادا لديربي العاصمه نهار السبت ان شاء الله. ان شاء الله الفريق يكون حاضر وجاهز لهذه المباراه ويواصل انتصاراته في مرحلة التتويج ويتصدر المجموعة هذه إن شاء الله. يعمق الفارق بينه وبين النادي الإفريقي، توا 4 نقاط بين الترجي والنادي الإفريقي، الترجي 9 نقاط، الإفريقي 5 نقاط. إذا يفوز الترجي يصبح الفارق كبير، والترجي الرياضي التونسي يكون في أريحية إن شاء الله في صدارة المجموعة. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، إن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.